قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام، حتما سنموت، ليس في الدنيا ثبوت، كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، وقاطعا للأمنيات، وهادما للذات. فيا مغرور بدنيا، ويا غافلا عن طاعة مولاه، يا من كلما نصحه الناصحون صده عن قبول النصيحة هواه، يا من ألهته الشهوات وغره طول الأمل، هل تفكرت في هذه اللحظات؟ هل تفكرت في السكرات؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وهو في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، فكيف حالك يا مسكين وقد حل الموت بساحتك، وملك الموت واقف عند رأسك، حجرج صدرك، تغرغرت روحك، ثقل منك اللسان، وانهدت الأركان، وشخصت العينان، أغلق باب التوبة دونك، عرق منك الجبين، وكثر حولك البكاء ومنك الأنين، وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد، تعاين هذا الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم. قد حل بك القضاء، قد حل بك القضاء، وعرج بروحك إلى السماء، فيا لها من سعادة أو شقاء. نسأل الله لنا ولميتنا أن نكون من السعداء. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. إذا بلغت الروح الترقوان، مهما كانت قوتك، ومهما جمعت في الدنيا من مال، ومهما كان سلطانك، إذا صدر الأمر من الله لن يستطيع أحد على وجه الأرض مهما كان هو أن يقدم أو يؤخر في أمر الله شيء. قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. إذا بلغت الروح الترقوان، وقيل من راق، من الذي يرقيه؟ ائتوه بشيخ يرقيه لعله يقوم من هذه الرقدة، ائتوه بطبيب محنك يعالجه لعله يشفى من هذا المرض. وقيل من راق، من الذي يرقى بروحه؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وظن أنه الفراق، تيقن أنه راحل، أين ماله؟ أين سلطانه؟ أين جبروته؟
ذهب كل شيء، ذهب كل شيء، عاد كما دخل إلى الحياة وحيدا فريدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. جئت بمفردك، كما جئت إلى الحياة بمفردك، خرجت من الدنيا وليس معك شيء إلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. جاء رجل إلى إبراهيم ابن أدهم وقال له: يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي من كثرة المعاصي والآثام، أريد أن أتوب وأعود إلى الله. قال له: عليك بخمس خصال حتى تكون من أهل التوبة وتترك المعصية. قال: هاتها يرحمك الله. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: كيف والأرزاق كلها لله؟ كيف والأرزاق كلها لله؟ قال: وهل يشدر بك أن تأكل من رزق الله وتعصي الله؟ قال: هات الثانية يرحمك الله. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان ليس ملكا لله فاعصيه هناك. قال: كيف والأرض أرضه والسماوات سماواته والملك ملكه؟ قال له: وهل يشدر بك أن تأكل من رزق الله وتعصي الله في ملك الله؟ قال: هات الثالثة يرحمك الله. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك الله فيه فاعصيه هناك. قال: كيف؟ والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: وهل يشدر بك أن تأكل من رزق الله وتعيش في ملك الله وتعصي الله وهو يراك؟ هل يشدر بك أن تأكل من رزق الله وتعيش في ملك الله وتعصي الله وهو يراك؟ خلا أعرابي بأعرابية في الصحراء وأراد أن يرتكب الفاحشة، يريد أن يزني بها، فقالت له: اذهب وتفقد حال الناس، اذهب إلى الناس وانظر في حالهم. فذهب الرجل فوجد الناس نيام، فعاد إلى هذه المرأة مسرورا فرحا وقال لها: الناس نيام ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكب الكواكب؟ أين الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أنما يغيب عنك، يغيب عن سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال: هات الرابعة يرحمك الله. قال له: إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له: لا، لا أريد أن أموت على معصية، لا أريد أن أموت على سوء خاتمة. قال: كيف؟ كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: كيف؟ قال: وهل يشدر بك أن تعصي الله ومتيقن أن ملك الموت لا يترك شابا ولا شيبا، ولا صغيرا ولا كبيرا، ولا عظيما ولا حقيرا؟ هل يشدر بك أن تعصي الله ومتيقن أن الموت لا يترك أحدا؟ فقال له: هات الخامسة يرحمك الله. قال له: إذا أردت أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لكي يقودوك إلى النار
فلا تذهب معهم. فبكى الرجل وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. عباد الله، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب إلى الشمال، ومنهم من يشير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. عباد الله، قسم الله العباد إلى قسمين: قسم تائب وقسم ظالم. فقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتح الله باب التوبة للعباد صباحا ومساء، سرا وجهرا، في كل وقت، ما لم تغرغر أو تخرج الشمس من مغربها فتب إلى الله في كل لحظة، ولو ملأت الأرض معاصي وآثام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. ومرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم، الليل فاعلم، والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليلا، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا، قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. عباد الله، أقرب غائب ننتظره هو الموت، فأحسنوا يا عباد الله، لأن الموت قريب، وعما قريب يفارقنا الجميع. فأحسنوا يا عباد الله، فأحسنوا يا عباد الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الراحل بواسع فضله وبواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم احشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتقدم بخالص العزاء
نيابة عن نفسي وعن قرية نشا مركز نبروه لعائلات الشورى في قرية نشا وفي قرية كفر النيرة بخالص العزاء في فقيدهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وجزاكم